اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في خبر اليوم، نقدمه لكم من قناتكم شوف تي في. تم اليوم جمعه تشيع جنازه البرلمانيه الاستقلاليه السابق عند دائره الحي الحسني بوش الجامعي الى متواه الاخير بمقبره الرحمه بالبيضاء بحضور فعاليات سياسيه وجمعويه واكاديميه. وتقدم المشاركون في جنازه الراحل بوش الجامعي الامين العام لحزب الاستقلال حميد شباط واعضاء باللجنه التنفيذيه للحزب، حيث قدموا العزاء لعائله المرحوم نيابه عن كل الاستقلاليين. وحضر كذلك قياديون أحزاب سياسية أخرى كالوزير السابق الحسن الداودي والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله ومدير ديوان رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران جامع المعتصم والباحث التاريخي والأكاديمي حسن وريد، بالإضافة إلى شخصيات جمعوية وسياسية أخرى. لنتابع هذه التصريحات. المرحوم سيدي بوشت الجامعي اللي كان أولا مناضل من المناضلين الأوفياء واللي قضى واحد المرحلة طويلة داخل مجلس النواب، واللي كان يعني تواجده مداخلاته كلها كانت تصب في أولا مصلحة الدائرة التي يمثلها ومصلحة الدار البيضاء والمغرب بصفة عامة، كان رئيسها وأبلى البلاء الحسن. عندنا هذا اليوم تنودعه أولا بقلب خاشع اليوم هذا الحضور ومحبة أولا في العائلة الجامعية وثانيا في السي بوشتى رحمه الله اللي كان نعم الوطني الغيور أولا على الوطن على الوحدة الوطن وعلى القيم ومبادئ وثوابت هذه الأمة رحمه الله وأسكنه فاسح جنانه إن شاء الله. بوشتى الجامعي وطني غيور، مناضل سياسي ينتمي لحزب عريق، أفنى حياته دفاعا عن قضايا المواطنين والمواطنات وعن قضايا هذا الوطن. السي بوشتى الجامعي كان مثالا للتواضع، وكان رجل خدوم دائما يقدم الخدمة لمن يطلب ذلك منه، وفقدنا فيه حقيقة رجل قاد وقت كبير إلى جانب كل المناضلين والمناضلات في وطننا، وهو ينتمي إلى أسرة وطنية مناضلة التي لها علاقات والحمد لله مع كل أطياف الساحة السياسية الوطنية رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. كنت وجهه بالعزاء يعني الأسرة ديال الجامعين، نطلب الله سبحانه وتعالى يرزقهم الصبر والسلوان، والمرحوم أن يتولاه الله برحمته وأن يغفره وأن يوسع له في قبره إن شاء الله، وأن يرزقنا جميعا الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هو شهادة لهذا الرجل اللي بصم الحياة دياله اجتماعيا ورياضيا، وأنا عاشرت في الجامعي مدة من قبل 2003، عاشرت في المجالس كان الهم دياله هو المواطن، عاشرت في الرياضة في مجلس النواب، إنسان تيبغي بلاده. سي بوشتى الله يزد عليه الرحمات، هذوك الناس عشت معهم تقريبا 40 عام هادو اكثر، كنت امهم وباهم كانوا باقي حيين، وعشت مع الخوت كلهم، وهذوك من الناس الطيبين اللي تعطفوا على المسكين على الضعيف، ولا من دوك الناس اللي غبرت عليهم يسقسوا عليا. حزب الميزان فقد بوشتى الجامعي أحد رموزه بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، والذي مثله لسنوات طويلة بالبرلمان المغربي، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى ختام خبر اليوم، إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله.